السلام عليكم إخواني أخواتي، معكم سمية حلويات تترحب بكم في القناة ديالها. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. الوصفة ديال اليوم إخواني أخواتي عبارة عن سال الطير. حنا في هذا الوقت ديال البرد هذا، قلت اش غندير؟ غادي ندير سال الطير شوربة في هذه العشية هذه إن شاء الله، مرافقة بواحد الخبيزات بطبط معمر إن شاء الله. غادي نبداو على بركة الله. عندي شوية اللحم قطع طريفات صغار، كل واحد واستطاعة ديالو. غادي نديرو هنايا في هاد الجبانية. غادي ندير معاه واحد البصلة حمراء مشلضة رقيقة، كتجي غزالة هاد الشوربة. غادي ندير معاه كزبر ومعدنوس مقطع رقيق، فوالا. وعندي في العطرية عندي شوية البزار، غادي نجيب حدايا هذه كاملة هنايا وغادي نهز اللي بغيت. غنبداو بالتحميرة، غنشرملو هاد الحيمات مع البصلة مع القزبر والمعدنوس، فوالا. عندي شوية البزار، البزار ما نكتروش باسكو غادي ندير الفلفلة حارة، وتاني على حسب الذوق، كل واحد والذوق ديالو. عندي خرقوم، عود، فوالا. عندي سكينجبير، اشنو باقا ما درتش. وعندي الملحة، فوالا، اكتفيت بهذا القدر. عندي معلقة صغيرة ديال السمن، السمن الحر هذا ديال المغرب. عندي فلفلة حارة، عندي واحد ضمة ديال الزعفران، وعندي الزعفران الحر ديال التالوين. ما غنديروش كامل، غناخد غير شي شويه شي لاخر، ما غنديرو حتى الاخر، حتى ملي نقربو نديرو نسال الطير ديالنا. وعندي زيت العود، غندير واحد الكميه حيت غنطيب غير بزيت العود انا، فوالا. غادي نخلطو هاد العناصر كاملين، هاد اللحم، البصلة، قزبر، معدنوس، عطرية، سكينجبير، تحميرة، الخرقوم، عود، دامة ديال البنة، وشوية زعفران الحر، معلقة صغيرة ديال السمن. غادي نخلط هادشي مزيان، وغادي نخليه واحد تقريبا واحد ربع ساعة تشرب ليا هاد الشرمولة مزيان. عاد غادي نديرو في الكوكوت يتقلى مزيان حتى يتقلى ويشرب كلشي تشرميلة. عاد غنقفل عليه واحد شوية باش على حساب باش يطيبو لينا هاد الحيمات اللي دايرين هنايا. كل واحد واش يدير، كل واحد على قدر المستطاع. تقدرو ديرو غير دجاج، ولكن هي صراحة باللحم باش كتجي زوينة، وخا تعرفو ديرو غير شوية ماشي بزاف. انا دايره هنايا وقيلة شي 300 غرام ولا 250 غرام. انا خلطته، غادي نخليه واحد ربع ساعة يشرب ليا هاد
هاد الاقامه. من بعد غادي نديرو في الكوكوط تي تقلى مزيان، عاد نرويه واحد شويه ونقفل عليه في الكوكوط حتى يطيب. منين غادي يطيب غادي نرويه بالماء الجهد اللي بغيت، وغادي ندير فيه عندي 500 غرام ديال نسال الطير. هنا عندي نص كيلو ديال نسال الطير، وعندي تقريبا واحد ما بين نص كيلو حتى الكيلو لاروب ديال المطيشه محكوكه، كل واحد على حسب الحموضه اللي تيبغي. انا غنخلي هاد اللحم ديالي يشرب واحد شويه هاد الاقامه. منين الوقت غنبغي نشعل عليه غنديكم معايا الكوزينه وتشوفوا كيفاش غادي نديرو تيتقلى وكيفاش غادي نقفل عليه. غتبقاو معايا حتى النهايه، حتى منين نبغي نزيد هاد نسال الطاي شويه ونتلاقاو. هانتوما الاخوان الاخوات، من بعد ما قفلت على هذيك الحيمات مع هذيك العطريه وداكشي، شتي كيفاش كدير. هنا هاد المرحله سي نورمال ما غاديش يبان لكم مزيان، حنت مع البخار ما غاديش يبان لكم مزيان. هنايا غادي نزيد مطيشه محكوكه ونخلي كل شيء يطيب لي هذيك المطيشه وداكشي. غادي نروي، ومن بعد منين غنروي غادي نزيد هذاك نسال الطير ونزيد دوك شعرات ديال الزعفران الحر. نتلاقاو مع اخواتي اخواني. انا رجعت معكم من بعد ما غلات لي الكوكوط ديالتي مع هذيك الحيمات وبصله وقزبر معدنوس مطيشه محكوكه. منين طابوا لي رويتهم ها هي غلات. دابا واش غندير؟ غنزيد هذوك الحبات ديال الزعفران اللي بقاو عندي، ومن بعد واحد جوج دقائق حتى لخمسة دقائق غادي نزيد هذاك نسال الطير. منين غنزيد هذاك نسال الطير غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو ليه ان شاء الله. هانتوما اخواني اخواتي، من بعد ما رميت الزعفران اشنو غندير؟ غادي نرمي نسال الطير بحال هكا ونحرك. انا كنرمي وانا كنحرك باش ما يتعصدش ليكم. فوالا، من بعد غادي نخليه حتى يطيب، ومنين غيطيب نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم اخواني اخواتي، انا رجعت معكم من بعد ما طارت لي الشوربه ديالتي. كتجي على هذا الشكل، كتجي خفيفه، كتجي زوينه وبنينه. رافقتها بالخبيزات معمرين بالشعريه الصينيه والكفته، كيجيو على هذا الشكل. انا غنقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو. كيجيو مدلوكين مزيان وخفاف ولذاذ. غادي نخلي لكم الفيديو ديال الخبز في صندوق الوصف، وإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم اخواتي اخواني ما تنساونيش باش ديروا لايك لا فيديو، واللي باقي ما اشتركش معنا في القناه يدخل ويتشارك ويدير ابوني، وبارطاجيو الفيديو مع الحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. وتنقول لكم شكرا شكرا بزاف، وما تنساونيش بالبارطاج والبارطاج. وعندي واحد الكلمه لمحبي الحلويات المغربيه، غادي نقول لهم غنضرب لكم موعد هاد السيمانه، غتكون السيمانه ديال الحلويات. وتنشكر بزاف 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 اللي خلاو لي التعاليق اللي كيشجعوني. كنقول لهم شكرا شكرا بزاف بزاف بزاف، والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله، وسيمانه الحلويات ان شاء الله لمحبي الحلويات المغربيه. تبقاو على خير، السلام عليكم بالصحه والراحه.